مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اضطراب جوي خلال ليلة اليوم سيشمل المناطق الساحلية الوسطى حتى المناطق الداخلية، وخاصة سيكون أكثر نشاط نحو سواحل الشرقية. أيضا الرياح ستكون قوية نسبيا خلال يوم الغد نحو المناطق الساحلية الوسطى والشرقية، بينما عن حالة السماء ستبقى على العموم غائمة خلال الصبيحة بالمناطق الوسطى مرفوقة بأمطار على فترات تحسن ابتداء من الظهيرة. أما المناطق الشرقية ستبقى تشهد أجواء غائمة مرفوقة بزخات من الأمطار ثلوج مرتقبة خلال الصباح الباكر نحو القمم الوسطى وأيضا الشرقية، بينما المناطق الغربية ستشهد بعض السحب العابرة مع ضباب خلال الصباح الباكر نحو السواحل. المناطق الجنوبية الأجواء ستبقى بها مشمسة على العموم عدا مناطق الجنوب الشرقي، ستصبح الأجواء غائمة ابتداء من الظهيرة مرفوقة بهبوب رياح قوية نسبيا. الحرارة خلال ليلة اليوم لن تتعدى 4 درجات بالهضاب العليا، 9 إلى 12 بسواحل، 10 درجات بشمال الصحراء ووسط الصحراء، 14 كعلى مقياس بأقصى الجنوب. الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تقارب المعدل الفصلي مقاييس ما بين 16 إلى 21 درجة بسواحل، ترتفع كلما اتجهنا نحو غرب البلاد، لن تتعدى 12 درجة على أغلب المناطق الداخلية، في حدود 18 بالواحات، 20 درجة بشمال الصحراء، 27 درجة بتندوف، 23 درجة ببشار وجانات، وترتفع إلى 32 درجة بإنجزام. للملاحة والصيد البحري يوم الغد البحر سيكون هائج نحو سواحل الوسطى والشرقية، مضطرب نحو سواحل الغربية، رياح معتدلة على العموم ضمن تيارات غربية شمالية غربية نحو السواحل التي تقع بشرق العاصمة تدور إلى جنوبية غربية بالسواحل التي تقع بغرب العاصمة. عن شمال القارة الأمريكية ثلوج مرتقبة يوم الغد بفانكوفر مع 4 درجات، غائمة بموريال مع 4 درجات، غائمة أيضا مرفوقة بهبوب رياح قوية بنيويورك 16 درجة، غائمة جزئيا بواشنطن 13 درجة، نفس الأجواء بدالاس، مشمسة بكل من ميامي مكسيكو وكاليفورنيا، والحرارة ترتفع إلى 27 درجة بميامي. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و47 دقيقة، والغروب على 5 مساء و32 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.